الصحفي العظيم بن سيبلي ليقوف معنا في جميع الظروف. نترحم على شهدائنا مقدمين الشكر للجيش العربي السوري الذي أنهى الإرهاب حول هذه المدينة. استذكرونا حادثة الشهداء الأطفال الخمسة وهون مكان سقوط الصاروخ اللي استشهدوا فيه ومحل موجود الصور الآن، ويجوا رفقاتهم عملوا هذا الحيط لتنبت الحياة من الموت ودليل استمرار الحياة واستمرار الطفولة بعد انتصارات الجيش العربي السوري. رحم الله الشهداء جميعا وعاشت سوريا الأسد. ومقدمين الشكر لفانسيا بيلي الصديقة الصحفية المستقلة اللي واكبتنا بكل هذه الأحداث، مؤكدين الصمود والثبات يدا بيد مع الجيش العربي السوري حتى تحقيق الانتصارات في كامل الجمهورية العربية السورية ورفع علم الجمهورية العربية السورية فوق جميع أراضيها بقيادة الحكيم المفدى السيد الرئيس بشار الأسد. لكم الشكر جميعا. شكرا. Love that.